سالت نفسك كتير جدا ليه الاهلي بيلعب شوط واحد، سالت نفسك كتير جدا ليه الاهلي الشوط الاول في اغلب المباريات مع موسيماني بيكون سيء جدا، والشوط الثاني الفريق بيبدا يشم نفسه. انا جاي احلل لك المعادله دي يا عزيزي. الاهلي اغلب الوقت الشوط الاول مع بيتسو موسيماني بنبدا بال 4 4 2، 4 4 2 بيكون فيها معاناه غير طبيعيه لمحمد مجدي قفشه صانع الالعاب بتاعنا لما بيلعب ناحيه اليمين، ناحيه اليمين اللي مفترض ان هو يلاقي مساندات من الباك اللي تحتيه، فالباك اللي تحتيه لما يكون لاعب زي اكرم توفيق الفتره الحاليه فده معناه ان الناحيه دي اتقتلت هجوميا طول الشوط الاول اللي احنا هنلعب بيه بال 4 4 2. حمدي فتحي وعمرو السوليه في الشق الهجومي بيكون عندهم مشكله كبيره جدا ان هم دايما بيدوروا على قفشه يلاقوه من طرف ناحيه اليمين، وبالنا قفشه بيجي من ناحيه اليمين يخش لجوه الموضوع بيكون صعب جدا لان العمق بيكون ازدحم، فوقتها بتلاقي ان انت طب نروح ناحيه الشمال علي معلول والطرف اللي قدام علي معلول، الطرف اللي قدام علي معلول اغلب الوقت بيكون طاهر محمد طاهر، وطاهر محمد طاهر بيقرر ان هو عايز يخش لجوه اغلب الوقت، طب علي معلول هيطلع بره لمين كده، فانت بتخش لجوه وبتسدد، انت بتخش لجوه وما بيبقاش عندك اي حل ان انت تلعب على الطرف، فالناحيه دي كلها بيقتلها برده طاهر محمد طاهر، فبتلاقي ان انت مطالب انك تلعب كوره طويله على محمد شريف، فالموضوع بالنسبه لك بيكون صعب جدا. ايه بقى اللي بيحصل في الشوط الثاني؟ الشوط الثاني انت بتلعب 4 2 3 1، اه والله بجد بتلعب 4 2 3 1، بتيجي مرجع محمد مجدي قفشه لنص الملعب يلعب قدام حمدي فتحي وعمرو السوليه او عمرو السوليه واليو ديانج، وبتلاقي وقتها ان محمد مجدي قفشه بدا ان هو يشم نفسه في عمق الملعب، فبيقدر ان هو يخلق فرص لمحمد شريف المهاجم اللي موجود وطاهر محمد طاهر، وبتلاقيه نزل من على الدكه لعيب زي حسين الشحات او لعيب زي صلاح محسن يلعبوا الناحيه الثانيه. ايه بقى اللي حصل النهارده في مباراه سموحه؟ احنا سجلنا الشوط الاول، ولما بنسجل الشوط الاول خلاص بنفضل مكملين بال 4 4 2، طب احنا ليه سجلنا الشوط الاول ومع ذلك كنا جيدين جدا؟ انا جاي اقول لك بقى عزيزي، حسين الشحات موسيماني قال لك طب ما افكر العب قفشه ناحيه الشمال يبقى هو اللي قدام علي معلول، والعب بطاهر محمد طاهر ومحمد شريف اتنين فراوده، والناحيه دي حسين الشحات هيشيل هو الوجبات الهجوميه عن اكرم توفيق، فحسين الشحات لما يشيل الوجبات الهجوميه وهو جاي من تحت كلاعب بيعمل وجبات باك اكتر ما هي جناح، فحسين الشحات بيقدر ان هو يكون مميز جدا، لان حسين الشحات وقتها بيكون حاسس بحريه يطلع على الطرف يخش لجوه يعدي واحد على واحد يلعب كروس يعمل اي حاجه، فحسين الشحات بيكون مرتاح جدا لما بيلعب ناحيه اليمين. اما محمد مجدي قفشه فانت بتقتله ناحيه اليمين ولما بتحطه ناحيه الشمال برضه بتقتله، فقفشه ما بتستفادش منه اي حاجه في ال 4 4 2 بتاعتك غير ان انت بتضيعه خالص. طاهر محمد طاهر ومحمد شريف النهارده بتلعب فرقه زي سموحه، سموحه عندها مشكله كبيره جدا، الاربعه خط الدفاع بتوعها ضايعين خالص، او يعني الاربعه خط الدفاع بتوعها عندهم مشاكل كتيره جدا مع طريق كابتن احمد سامي، لان انت لو بصيت هتلاقي رجب نبيل ومحمود ومحمد البدري وطر الطاهر، والناحيه الثانيه كان بيلعب النهارده شريف رضا كان بيلعب باك يمين. فشريف رضا وشريف واطهر والبدري وكمان رجب نبيل عندهم مشكله كبيره جدا ان هم خط دفاع سيء وراهم حارس مرمى سيء زي هاني سليمان، فلما تفكر ان انت تلعب كره هجوميه لان انت عندك لعيبه حريفه زي احمد عبد القادر وزي مصطفى فتحي وزي عبد الكبير الوادي ومهاجم جيد زي تريك، فانت وقتها بيكون عندك مشكله اللي هو انا ماسك كوره وبحب استحوذ على الكوره، بس لما الكوره تتقطع ما عنديش حد يعرف يدافع ولا حد يعرف يدافع على المرمى حتى، فوقتها بتلاقي انت عندك مشكله كبيره جدا اللي هو يا جبت جون وسجلت يا لبست، وده اللي حصل مع كابتن احمد سامي في مباراه بيراميدز، قدر يكسبها 3-0 والماتش اللي بعدها قدر يخسر من الاسماعيلي 3-0، والنهارده قدام الاهلي بيخسر 4-0، ليه؟ علشان القصه كلها ان انت طريقه لعبك مناسبه لخط النص اللي فيه حليم واحمد عبد القادر ومناسبه للثلاثه اللي قدام اللي هو عبد الكبير وشريف رضا لما بيلعب جناح ومناسبه لمصطفى فتحي ومناسبه لديريك، بس مش مناسبه شويه لخط الدفاع، فوقتها بتلاقي ان انت لما تلعب قدام فرقه محترمه وقويه هجوميا بتاخد على دماغك، فالنهارده انت جاي للاهلي وفي تعادل دول طالعين منه قدام بيراميدز، والاهلي معروف ان هو ما بيرحمش وما بيسميش على اي فريق بيجي في وشه وهو طالع من تعثر، فانت جيت في وشنا يا عم احمد النهارده، وعم احمد سامي لما جه في وشنا النهارده خد على دماغه لانه كان عايز يلعب مباراه بيعتمد فيها على المساحات وعلى الانطلاقات بتاع عبد الكبير الوادي ومصطفى فتحي، فاتفاجئ ان طاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد شريف مستبحين تماما خط الدفاع بتاعه، فوقتها ما بقاش عارف هو يعمل ايه جوه الملعب، هل حليم وشريق واحمد عبد القادر يرجعوا يعملوا وجبات وادوار دفاعيه هم مش بيعرفوا يعملوها، ولا نحاول نمسك كوره ونحاول ان احنا نهاجم، ووقتها الاهلي هيلعب لعبته الممتازه واللي بيفضلها ان هو هيطول من تحت او يلعب لحسين الشحات يلعب لمحمد شريف ورا الباك، فوقتها محمد شريف يروح للمرمى وطاهر يروح للمرمى الناحيه الثانيه مع زيادات لعلي معلول وزيادات لقفشه ومسانده هجوميه من عمرو السوليه مع التزام دفاعي من حمدي فتحي، وقتها بتلاقي
ان لا سموحه ممكن يلبس جون في اي لحظه، وده فعلا اللي كان باين للناس في اول 35 دقيقه. لا ما سجلش فيها ان الاهلي ممكن يجيب جون في اي دقيقه، بس الناحيه الثانيه سموحه برده قادر ان هو يجيب جون في اي دقيقه، لان خط الهجوم سموحه قوي جدا، انما خط الدفاع بتاعه مالط وضايعين، وحارس مرمى بيضيع وقت لا اخطر ولا اقل. فلما لقيت النادي الاهلي على اطرافه وتسجيل الهدف الاول، خلاص المباراه تقريبا كده رايحه لطريق الحسم. فالهدف الاول النادي الاهلي بيسهل 70% من المهمه، لان سموحه وقتها هيطلع يهاجم، ولما يطلع يهاجم هيلبس مرتدات، المباراه تخلص سكور مستريح للنادي الاهلي. بس الهدف الاول لما يجي هو اللي كان هيحل الشفره كلها، وفعلا الهدف الاول لما جه للنادي الاهلي عن طريق محمد شريف المباراه بقت سهله، لان سموحه وقتها كابتن احمد سامي فكر ان هو محتاج يعمل تغييرات، ومحتاج ان هو ينزل خالد عبد القادر مكان قطر الطاير، ولا اطلع شريف رضا. وقتها في عز ما هو عمال يفكر كده، لا الاهلي لا قطع الكوره وبيلعب كروس مع علي معلول، وحسين الشحات بيحطها في المرمى، وبتقع من ايد الهاني السمانه بتيجي الهدف الثاني. لا شكلها خلصت. طيب انا طب كابتن هي خلصت بالنسبه لنا، طيب ولا الدنيا بالنسبه لنا عامله؟ طب نغير. طيب وفي عز ما هو بيستشير الجهاز المعاون بالنسبه له، بيبص كده في الملعب لقى ضربه جزاء، فاللي هو لا يا جماعه احنا نلمها ونقوم نروح، خلاص الماتش خلص يعني. وعلي معلول بيخش يسجل الهدف الثالث، وبيخش من بين الشوطين خلاص 3-0، المباراه خلصانه بالشياكه يابا. والاهلي الناحيه الثانيه بيقرر ان هو ما تيجي نغير نعمل تغييرات، وده فعلا اللي الاهلي عمله وموسيماني عمله. محمد الشناوي مريح، نريح شويه الشناوي وننزل على لطفي، ويلا يا جماعه بقى مش ننزل الفريق الثاني، نتدلع بقى نتدلع ونعمل كل اللي احنا عايزينه في الكوره. هنكمل بال 4-4 على فكره، يعني مش هنغير ال 4، احنا مش كسبنا وسجلنا الهدف الاول والمباراه والثاني والثالث بال 4-4، هنكمل بيها. قفشه مش شايف قدامه ناحيه الشمال، مالناش دعوه، بس حسين ماشي كويس الناحيه الثانيه. ولما قررنا نعمل التغييرات، طب ننزل كهربا طيب ويحنك شويه زي فينيسيوس جونيور للغلابه، والناحيه الثانيه حسين الشحات هنغيره وهنغير عمرو السوليه وننزل مكانه اليو ديانجو، حاول مجدي قفشه بره تايه في الحالتين. فلقينا اللي هو يا جماعه طب ما نيجي نطلع، طب ما نيجي نطلع طاهر محمد طاهر ونلعب 4-2-3-1، ننزل قفشه بس يستريح يلعب له ربع ساعه بس زي خلق الله. وفي اثناء ما كنا احنا عمالين نعمل ده، الاهلي سجل هدف عن طريق محمد شريف الهدف الرابع، وفي كوره جت في العارضه عن طريق حمدي فتحي. بصراحه كنت بتمنى ان هي يتم احراز هدف، لان حمدي من اللعيبه اللي يستاهلوا ان هم يسجلوا اهداف في النادي الاهلي، ويستاهلوا ان الناس تبدا تحط فوكس عليهم، لان الراجل ده من يوم ما رجع مستواه بسم الله ما شاء الله مميز، ومستواه جيد جدا، وبيغطي كتير جدا على عمرو السوليه اللي اوقات كتيره جدا بيكون مش شايف قدامه جوه الملعب، بس عنده لعيب خط نص محترم ساندو، مش باين للناس ان عمرو السوليه مش شايف قدامه مباراه زي مباراه النهارده. فلما عمرو السوليه اتغير ونزل اليو ديانج، لا لقيت نص ملعب الاهلي مرتاح شويه، في اتنين قادرين ان هم يمسكوا نص الملعب، اتنين قادرين ان هم يسيطروا على مجرى الجيم، وده فعلا اللي حصل. بس اللي حصل ان المباراه انتهت كلينيكيا بعد افضل 5 دقائق الاهلي لعبهم في الدوري المصري السنه دي، افضل 5 دقائق الاهلي لعبهم من ناحيه السرعه، من ناحيه السلاسه، من ناحيه التوفيق. التوفيق اللي خلص المباراه بالنسبه للنادي الاهلي هو داخل غرف الملابس ما بين الشوطين. واحلى حاجه لما تخلص المباراه في اول شوط اول، في الشوط الثاني تعمل كل اللي انت عايزه، بيبقى متاح لك انك تعمل اي حاجه، تجيب اجي من على الدكه، تجيب حنكشه من على الدكه كهربا، تجيب اي لعيب متاح ليك انك عايز تشاركه تشاركه، الا مروان محسن علشان خاطر ربنا يكرمنا ونطلع كسبانين من المباراه. لو وصلت معايا لحد هنا في الفيديو فعزيزي مش هخسر حاجه، لو عملت لايك او عملت سبسكرايب ولا تخسر اي حاجه، لو قلت لي رايك في الكومنتات.